بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين. معكم الأستاذ بن عياد عبد الله، مفوض قضائي لدى محاكم الدار البيضاء، دركي سابق لمدة 10 سنوات، إطار سابق بوزارة العدل وبالضبط بمحكمة الاستئناف بغرفة لجنة الابتدائية، حاصل على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بعجالة. يعني بالنسبة للمهنة، بالنسبة للمحوط القضائي كيف ما تعرفوا، فإن هي مهنة مساعدة للقضاء، مهنة محورية وأساسية في منظومة العدالة، منظمة بمقتضى قانون 81.03. من بين المهام ديالها الأساسية هي مهمات التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، وأيضا القيام بالمعاينات المادية المجردة، إما بناء على أمر أو بناء على طلب مباشر من طالب الإجراء. كما أن المفوض القضائي يتدخل في عدة مجالات أساسية، على سبيل المثال الحصر مثلا، يلخدنا مجال نزاعات الشغل، فالمفوض القضائي له دور أساسي ومحوري في إثبات الوقائع المادية، مثلا كواقعة طرد أو فصل الأجير تعسفيا. بالنسبة للمطرود يمكن له أن يستعين بالمفوض القضائي لإثبات هذه الواقعة، إن لم يحترم المشغل بطبيعة الحال مقتضيات الفصول 62 63 64 65 من مدونة الشغل. كما يمكن للمشغل أيضا أن يستعين بالمفوض القضائي، وذلك مثلا لإثبات واقعات التغيب عن العمل بالنسبة للأجير المتغيب. كذلك فإن المفوض القضائي يلعب دور أساسي وفعال في حماية العلامة التجارية، وذلك عن طريق الحجوزات الوصفية. أخيرا وليس آخرا، فإن المفوض القضائي يلعب دور أساسي جدا في محاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك عن طريق القيام بمعاينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان هناك سب أو شتم أو ادعاء كاذب إلى غير ذلك من الأمور، إن على تطبيق الفيسبوك أو الواتساب أو الانستغرام إلى غير ذلك من الأمور. من هذه المهام الجسيمة التي يقوم بها المفوضون القضائيون بالمغرب، والتي تستدعي من الوزارة الوصية التدخل من أجل توسيع مهامه وصلاحيته وحمايته أثناء مزاولته لمهامه، نتفاجأ مسودة يعني لا ترقى لمتطلبات المهنيين. لذلك فإننا قررنا خوض إضراب لمدة 48 ساعة تنديدا بما جاء من بعض المواد التي تم إقحامها في هذه المسودة، وإخراج بعض المواد التي تم التوافق حولها منها. وعليه فإننا يعني كمفوضين قضائيين يعني شباب، نقول للوزارة الوصية بأن تتدخل عاجلا، وذلك لإعادة النظر في مشروع هذه المسودة وإعادة توسيع صلاحيات المفوضين القضائيين وحماية المفوضين القضائيين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.